سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده عندي حلقه مهمه جدا على التاخر اللغوي، فقره اول فقره على التاخر اللغوي، وتاني فقره هيبقى معانا الشيف نور الصباح وهنعمل تورته الجمبري، اكلات بحريه بقى كلها ان شاء الله الفتره الجايه دي. هنتكلم عن التاخر اللغوي من المشاكل الأسرية اللي بتقابل الأسرة، بالذات لما طفلها يطلع في السنين الأولى عنده تأخر لغوي. هنعرف مشكلات التأخر اللغوي وأسبابه، ويعني إيه أصلا تأخر لغوي بيؤدي إلى عدم التواصل المجتمعي ويؤدي إلى مشاكل كبيرة. ده هنعرفه من أستاذة ياسمين محمد منسي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. عايزين نعرف بقى أول سؤال كده، يعني إيه تأخر لغوي؟ التأخر اللغوي عموما هو عدم قدرة الطفل على تطور اللغة عنده بما يتناسب مع الجدول الزمني لتطور اللغة. تمام. في حاجة كمان مهمة، في بعض الأهل مش عارفين إن هم يفرقوا ما بين تأخر اللغة وتأخر الكلام. فهنا عندنا تأخر الكلام مش عارف إن هو يتكلم، فبيبدأ إن هو مش عنده كلمات عارفها بس ما فيش ايه نطق. طب انا عايزه اسال حضرتك، انا لسه هيجي طبعا اسئله كتير. تمام. الطفل مثلا عنده سنتين، في اطفال بتتكلم عندها سنه، في سنتين، انا مثلا مش عارفه ابني متاخر لغوي ما يوصل لسن كام. تأخر اللغة عموما لما اعرف ان الطفل بدأ يتأخر من بداية السن 3 سنين، بداية 3 سنين. 3 سنين يبقى ابدأ اقلق وابدأ ان انا يبقى تدخل مبكر في ان انا اعالجه، يعني جلسات تخاطب وابدا ان انا اجري في حكايه العلاج. اول ما لكن طبعا الطفل لما يكون عنده سنه او سنتين يا دوبك بيبدا ان هو يقول كلمتين على الاقل في بدايه السنتين، لكن 3 سنين ده حاجه تقلق جدا، تبقى مقلقه جدا. فلازم الام ان هي بتبقى عندها وعي ان هي تبدا ان هي تعمل تدخل مبكر. بس في ناس انا اعرفهم بداوا تاخر، يعني ايه تاخر لغوي، كان عندهم لحد 5 سنين و6 سنين، التاخر اللغوي بيبقى حاله نفسيه مثلا. لا بيبقاش حاله نفسيه، هي عموما يعني لو الطفل وصل للمرحله اللي هو عنده سن 5 سنين ولسه بيقول كلمه ماما بابا، عنده كلمات بيقولها مفرده لوحدها مش عارف يكون جمله مفيده، دي هنا بتبقى مشكله خطيره جدا. هنا ممكن تبقى المشاكل عموما الاسباب ممكن يكون عنده ضعف في السمع، عنده في مشكله في الاذن الوسطى، قنوات السمعيه. فهنا بنبدا ان احنا نبقى في دكتور يحاول يشوف اختبار السمع عنده. دي سبب من الاسباب. في سبب تاني البيئه المحفزه، يعني دلوقتي عندي البيئه فقيره في الحصيله اللغويه، الاب والام مفيش اي تفاعل اي حوار بيقدر ان هم يتفاعلوا مع الطفل، سايبين الطفل دايما منعزل عن الناس، مفيش تفاعل بين اقرانه. فهنا بيبدا الطفل ان هو مش بيكون اي حصيله لغويه. طب انا دلوقتي الام مشغوله دايما تعمل ايه؟ تسيب ابنها قدام التلفزيون، اول ما بتسيبه بساعات كتير جدا، ولازم الطفل من بدايه السن 5 سنين يبدا يقعد على التلفزيون بس لمده على الاقل ساعه، لكن اقل من 5 سنين لا، ده هما الاطفال غلط بيقعدوا جدا. على التلفزيون اللي هم عندهم 5 سنين، ده 3 سنين دلوقتي التلفزيون مثلا 5 6 ساعات، ده اكبر ممكن كارثه. طول اليوم، ايوه وكمان حتى الموبايل، يعني شوفي يعني ما حاجه هي صعبه. الاجهزه الالكترونيه دي كانت اكبر كارثه اصلا، يعني المجتمع بقى عليها دلوقتي، ده هو حاله التواصل عن خطيره طريق جدا. ده، بلاقي الزوج والزوجه بيبعتوا لبعض رسائل عن طريق الواتس وهما في البيت في نفس ايوه الشقه، ما بس هو هم في اوضه النوم وهي بره، فيبعتوا لبعض على ايوه الواتس حاجه لا جميله. ما هي دي حاجه يعني خطيره جدا، المفروض الام تبقى عندها وعي بحاجه زي دي. لان سن ال5 سنين خلاص يقدر ان هو يقعد على التلفزيون لان خلاص اكتسب اللغه، لكن السن 2 سنتين 3 سنين هيفهم ايه؟ كده بيستقبل من التلفزيون فقط، يعني في استقبال لكن ما فيش اي تعبير، ما عندوش اي حصيله لغويه. فهنا بياخد عنف، بياخد اي حاجه من فهنا التلفزيون. ممكن يؤدي سبب من سمات التوحد. طيب قولي لي الفرق بين التاخر اللغوي والتاخر في الكلام. التأخر اللغوي لغوي. عموما ان انا عندي لازم يكون عندي حصيلة لغوية، كلمات مفيدة ان انا اقدر اعبر بيها، ديت اللغوي. لكن التأخر الكلام معناه ان انا دلوقتي عندي في مشكلة في جهاز النطق، مشكلة في جهاز اللغة عندي، مش قادرة انطق. يعني مثلا ممكن يكون في مشكلة في الأحبال الصوتية، مشكلة في الحلق، مشكلة في اللسان. فهنا ساعات بيبقى بيبقى اللسان لازق مثلا في في رباط لسان، في فهنا البق. بقدر لازم اعمل عملية جراحية، فهنا بيحتاج للعلاج في حاجة زي دي، فدي بيؤدي لتأخر الكلام. لكن هو بيبقى عارف الكلمة، عارف معناها بس ما بيقدرش يتكلم، طيب
فهنا في فرق ما بينهم، فرق كبير جدا. لكن تاخر الكلام اللغوي ان انا عندي دلوقتي حصيله لغويه، ما فيش حوار، ما فيش تفاعل، فهيبقى عندي في تاخر في اللغه. طب انواع بقى التاخر اللغوي او بينقسم الى ايه؟ التاخر اللغوي بينقسم في حاجتين، في لغه استقبالية ولغة تعبيريه. اللغه الاستقبالية ان انا كل حاجه بستقبلها بس ما بعبرش، تمام. عندي دلوقتي الطفل لما بيجي يعبر التعبير بتاعه بيبقى ضعيف جدا، ما عندهوش، ما بيقدرش ينسق، مفيش تناسق في الكلمات بتاعته، نغمة الكلام تبقاش متناسقة مع الحديث، فده بتبقى حاجة مشكلة عنده. ما يعرفش، ما بيفهمش المواقف اللي بيتحدث معاها الآخرين، يعني حد بيتكلم معاه مش فاهم الموقف لأن ما عندهوش أي حصيلة لغوية، هو بيستقبل بس. عندي اللغة التعبيرية ان الطفل دلوقتي بيبقى عنده كمية حصيلة لغوية بيقدر ان هو يعبر عن نفسه. ان الطفل دلوقتي اول ما بيبقى فيه مثلا الام دلوقتي خارجة، فبتيجي تقول للطفل البس حذائك. الو، الو، السلام عليكم يا دكتور. ايوه، ازاي حضرتك؟ ازيك يا الله استاذ اشرف، يخليك، اهلا بيك. ربنا. اتفضل، في سؤال لاستاذة ياسمين؟ ايوه يا فندم، اتفضل. ها انها الصوت يعني مش واضح يا استاذ اشرف، علي صوتك شويه. يعني ده بتشمم وعديد الكلام، الايه؟ اسباب شمم وعيوب الكلام. اسباب صمم وعيوب الكلام. يعني القاء الدكتور الحته دي. تمام، رب يا ماشي، دكتور، متشكر. حاضر، هنجاوبك يا استاذ اشرف، متشكرين، اتفضل اتفضل. اسباب الصمم وعيوب الكلام ده بيبقى فيه مشكله، يعني دلوقتي زي ما احنا قلنا بيبقى فيه مشكله في الحلق او في مشكله في السمع. فدلوقتي ان احنا زي ما قلنا لازم نعمل اختبار سمع طبعا. بيبقى الطفل هنا فيه مشكله في ثقب الاذن الوسطى، في زياده على الشمع، في زياده شمع في الاذن، فهنا بيؤدي الى ضعف سمع عنده، فبيأخر لي الكلام عنده، ما بيقدرش ان هو يتكلم. فلازم طبعا نبدا ان احنا نبدا نعمل له اختبار سمع ونبدا نمشي في الموضوع ده عشان نشوف ايه اسبابها تاني. وممكن تبقى في عوامل وراثيه، تبقى داخله طبعا العوامل الوراثيه او النفسيه، يعني لازم يروح يكشف لازم ويروح يكشف ولازم الدكتور يعمل اختبار. ويعمل التخاطب والحاجات دي. ايوه، اهم حاجه الاختبار، اختبار السمع عشان نعرف المشكله فين من الاول. اول حاجه السمع يعني. اهم حاجه طبعا. احنا عموما لما نيجي نتكلم عن الاطفال، الاطفال اللي هم بيبقوا ضعاف السمع بيبقى عارفين ان هم هيتكلموا، بس هيتكلموا في وقت معين. امتى؟ لما يبدا خلاص العلاج، هي خلاص مشي عليه تمام، هروح يبدا ان هو بعد زي ما يخلص العلاج بتاعه هيبدا ان هو يدخل على مرحله جلسات التخاطب. فهنا تمام. طب احنا عايزين نعرف من الاول يعني اسباب. طب معانا، معلش، التليفون. استاذ محمد، الو الو يا استاذ محمد. الاتصال الظاهر الاتصال اتقطع. طيب، عايزه اعرف اسباب التاخر اللغوي اساسا. انت قلتي اسباب وراثيه واسباب ايوه يعني في الكلام، بس انا عايزه اعرف الاسباب الاساسيه الاسباب ايه. الاساسيه اول حاجه احنا لازم نعرف ان احنا بنتكلم على انهي طفل. في طفل عندي الطفل الاوتيزم ما بنتكلمش عنه، طفل الداون، طفل اللي عنده اعاقه ذهنيه. ايه الطفل الاوتيزم وايه الطفل الداون بقى؟ فسري لي الطفل كده. يعني الاوتيزم ده اللي هو بيبقى انسان، بيبقى طفل عنده توحد، دي يعتبر سمه من سمات التوحد. هو لحق؟ ما هو لسه صغير، ما هو عندي في مشكله في الاوتيزم. الاوتيزم اول ما بيبدا من عند السنه ونص كان بيتكلم بيقول بابا ماما، اول ما يبدا عن السنه ونص اجباري بتلاقيه بيتوقف عن الكلام. فهنا بعرف ان هو اوتيزم وابدا ان انا اعالجه، ابدا بقى اشوف دكتور تخاطب وابدا ان انا اعالج. عندي طبعا الاعاقه الذهنيه. طب معانا اتصال، ام محمد، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام محمد؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. انا معايا بنتي عندها 10 سنين دلوقتي، وابني عندها 3 سنين، وانا بروح بقى تخاطب. 10 سنين ما بتتكلمش؟ ياه، وساكته لحد دلوقتي كده ليه؟ لا، انا بروح بيعمل وهي عندها 2 سنين. ولسه اتكلمت ولا لسه يا ام محمد؟ هي بتتكلم بس برضه الكلام بتاعها تقيل. مش يعني بتقول ايه مثلا؟ يعني هي ساعات بتتكلم الكلام صح، وصححه لها ترجع تنطقه غلط كده. طيب، في حد من الاسره كان عنده قبل كده تاخر في اللغه؟ لا، بس هي عندها كهرباء.
تمام. كنا لسه من ضمن الاسباب اللي كنا هنقولها لما عندها كهرباء. طب هي دلوقتي بتتعالج تبع الدكتور مخ واعصاب. شكرا يا ام محمد. طبعا ايه من ضمن الحالة دي ايه؟ الاسباب، طبعا احنا قلنا لسه كنا بنكمل الاسباب، الطفل لما يكون عنده كهرباء، يعني عنده الصرع زي ما قلنا، طفل الاوتيزم، الاطفال دي لازم يبقى فيه علاج. العلاج طبعا ليهم علاج معين احنا بنمشي عليه لحد ما يبقى الطفل ليه ميعاد معين ان هو هيتكلم فيه، وهي ما تقلقش جدا ليها وقت انها تتكلم فيه، بس لازم طبعا تعالج عند تدريب. دكتور مخ واعصاب. اه تبدا ان هي تمشي في العلاج بسرعه، لان 10 سنين دي حاجه صعبه جدا، يعني لحد دلوقتي انها ما تتكلمش. لا بس انا اعرف ان في واحد بجد والله يعني قال لي انا قعدت لحد 15 سنه ما اتكلمتش وبعد كده اتكلم. يا جماعه ما يعني مش ما هي تقلقوا ليه يعني. وقت معين اكيد كان في مشكله عنده، اه بس يعني ما هو هي بيقول انا علمت عشان كده. نفسي الكلام انا لوحدي. معرفش ايوه دي بقى لها علاقه بالحاله النفسيه؟ اكيد لها علاقه بالحاله لا النفسيه. طبعا في حاله نفسيه طبعا بتاثر من ضمن الاسباب. فاحنا دلوقتي الحاله النفسيه دي بسبب ان عنده كان اكيد كان في خوف، طبعا المشاكل الاسريه بين الزوج والزوجه، المشاكل الاسريه دي بتاثر جدا على الطفل، بيبقى عنده حاله، يعني بيبقى بيدخل في حاله اسمها زي التلعثم اللي احنا اه هنتكلم في التلعثم ده موضوع تاني بقى موضوع تاني هنتكلم خالص. فيه. طب معانا اتصال، معانا محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كنت عايز اسال الدكتور على حاجه بس. اه اتفضل. انا عندي ابني عنده 13 سنه، عندي بيشتكي بيقول ايه، يعني بحاجه بيتكلمه، يعني ايه يقول له اعمل كذا وخلي كذا في 13 دماغه. سنة ما بيتكلمش، لا بيتكلم بس هو بيقول في حاجه بيتهته لا يعني، بيتكلم بس هو بيقول في حاجه بتقول له كذا وكذا في دماغه، يعني بيفكر يعني. بيفكر في الكلام الأول. اه بيفكر في الكلام قبل ما ينطق. ايوه تمام. طيب، في اي مشكلة عنده، حصلت له اي مشاكل؟ طب رحت لأي لا دكتور؟ لا طب حالته النفسية ايه، يعني ما بين الأسرة في تفاعل، بيتكلم معاكو عادي؟ لا ما فيش حاجة، عادي تمام. عادي ما فيش حاجة. هو بيفكر في الأول قبل ما يقول الكلام، طب فهنا متشكرة يا أستاذ محمد، متشكرة. دي زي طبعا مراحل التلعثم. طبعا بيفكر في الكلام الاول عشان قبل ما لان بيبقى عنده خوف، ما عندوش ثقه في النفس ان هو يقول الكلمه على طول. تلعثم ده بيبقى نفسي. هو نفسي، نفسي. هو اه. بيبقى حاجه غير اراديه على فكره، بتبقى اضطراب غير ارادي. فهنا بيبدا الطفل ان هو مش قادر يتكلم، ممكن يفكر الاول في الجمله اللي هو يقولها، لان بيبقى خجول، عنده خوف ان هو ممكن يقول الكلمه وحد يحرجه او حد يهينه بالكلمه ان هو قال حاجه ده غلط. بيظهر بقى بسبب قهر الأسرة، ضرب ايوه الأسرة، الاهانات، الإهانات، الخوف، كل ده اتهان بيعمل. من المدرسه قبل كده، فبيبقى عنده رهبنه من حاجه زي كده، فبيفكر في الكلام قبل ما يقوله. تمام. دي مشكله من المشاكل يعني. طب الطفل بقى بيبدأ الكلام إمتى؟ المفروض طبيعي. طبيعي المفروض يبدا محل عندنا من او عموما يعني من اول سن الولاده لحد شهرين، المفروض يبدا الطفل من ببدايته. أول الولادة هيتكلم؟ لا لازم يبقى فيه صراخ وبكاء، اه لازم النطق يعني. لازم الام يبقى عندها وعي في حاجه زي دي. أول ما يبقى عنده صراخ وبكاء ده بتعرف ان هي بيدل على ان هو جعان، فزع، عنده فزع، فهنا بتعرفي منه الادراك السمعي ان هو بيسمع. طب معانا اتصال. الو، ام السلام مصطفى. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت اتفضلي. دكتورة. نعم. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. لو سمحتي، عندي ابن عنده 9 سنين وبيتهته كتير في الكلام. بيتهته تلعثم يعني. تلعثم. اه ما احنا بنتكلم على التلعثم. ايوه خلاص ماشي، شكرا، متشكرة. ماشي تمام. حالة اتكلمي، التلعثم كملي على التلعثم. تمام. التلعثم دلوقتي هي اكيد طبعا زي ما احنا قلنا هي واضح انها ظاهرة منتشرة اكتر منتشرة جدا، من التأخر اللغوي. ما هنا بسبب الحالة النفسية او ممكن يكون سبب وراثي برضو، لان لو في حد في الاسره كان عنده تلعثم قبل كده تهتها، فده بيؤدي ان برضو الطفل بيطلع بيبقى برضو عنده تلعثم. ومن ضمن طبعا التلعثم ان عندي دلوقتي اكيد كان في اهانات كتير، او مثلا خجول، طبعا زي ما احنا قلنا الثقه في النفس مهمة جدا طبعا، دي اهم لازم حاجه، نربي ولادنا على الثقة في ولازم النفس. لازم يبقى في حب وموده وحنان من الاهل. طالما ما لقاش اي حب او موده من الاهل وبيفضلوا طفل عن طفل، فهنا الطفل هيبقى مع نفسه، هيبقى خايف، انا عنده بشوف تهته في عموما، الكلام. انا عموما كمدربة ايوه تنمية بشرية وذاتية بشوف كل الامراض النفسية او كل الامراض اللي بنقول عليها التأخر اللغوي والتلعثم وغيره وغيره، كلها بيرجع للنفسية يعني، النفسية هي رقم واحد. احنا طبعا دلوقتي الطفل بقى يتأثر بأي حاجة دلوقتي،
غير احنا زمان. احنا زمان كان لو ماما يعني النظره بتاعتها كانت بتاثر فينا، احنا بنعرف ان هي عايزه ايه، ان هي يعني في حاجه غلط احنا عملناها. دلوقتي الطفل لو بالنظرة. عملتي ايه دلوقتي معاه ولا اي حاجه، ما انت نهادي. ألو، معانا أستاذ سيد. ألو ألو، أيوة أستاذ سيد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي طفل عنده سنتين او لا يخش سنتين، سنتين ده صغير يا أستاذ سيد، لسه صغير. عايزه بس يتكلم، ما بيتكلمش. ما هو صغير ماله؟ يعتبر صغير يعني. هنشوف استاذ ياسمين هتقولك ايه. تمام. طيب شكرا يا استاذ سيد، متشكر. طبعا زي ما هو بيقول، عندي الطفل لما بيبقى عنده سنة المفروض عموما عشان نعرف ان الطفل ازاي ان هو طبيعي، لو اتأخر يبقى في مشكلة. عندنا طبعا اول مرحلة المفروض من بداية السنة يبدأ يقول كلمة بابا او ماما، كلمة على الاقل من بداية 10 ل 15 كلمة. طيب السن سنتين، هو دلوقتي بيقول الطفل ما بيتكلمش، طب ما هو المفروض فعلا يتكلم، يعني بداية السنة المفروض يقول كلمة بابا او ماما، لكن سنتين المفروض يقول لي من 200 كلمة لحد 250 كلمة ياه، كتير قوي، المفروض. كتير ما هو كتير لازم تكوني له حصيلة لغوية، اه، لازم يعني مثلا يقول ماما عايز عشان يطلع خطيب بقى بعد كده. ما هو كده يطلع يعني خطيب. ماما، ماما اشرب، بابا اخرج. فهنا بيبدأ الطفل ان هو بيكون كلمات، ممكن يقول الكلمة، ممكن يقول على كلمة عربية بيا، فهنا لا، بيبدأ. والنهارده في هجوم من المتفرجين الحمد لله على استاذه ياسمين. الو، معانا علي. الو، ايوه معك عادي، خلينا نسيبهم. اهلا يا استاذ علي، وسهلا. ايوه استاذ، انا عاوز اكلم دكتوره. اتفضل. عندي بنتي 12 سنه بتكلم بعض الكلام وبعض الكلام ما بتكلموش، بتديني اشاره. اه تمام. اشاره نعم، بعض الكلام بتكلمه تعرف امي وابويا والميه والاكل وبتاع، في كلمات ما بتطبقهاش. لكن في كلمات هي ما بتعرفش تقولها. لما تقول لها انطقها تقول لك ما نقدرش. عندها يعني 12 سنة. 12 سنة يا أستاذ علي؟ ايوه 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة صح. كبير. تمام يا أستاذ علي، أستاذة ياسمين هتقول لك. اتفضل، شكرا يا أستاذ علي. طبعا 12 سنة وبتتكلم وتبقى عارفة كل حاجة، بس في حاجات أكيد بتعرفهاش فبتشاور عليها. طيب ما ديت يبقى هي ما الأب والأم المشكلة منهم برضو نفسية. أكيد. لا مش نفسية، ممكن كمان ممكن أكيد الطفل يعني الأب ما أو الأم ما كانش فيه تفاعل أو حوار معاهم، ما كانوش يعرفوها إيه يعني دي كوباية دي إيه، ما فيش تمييز ما بين أي حاجة. هم بيقولوا لها يعني هي عارفه ان دي كوبايه بس مش أيوه بتقدر تنطق. ما فيش نطق، اه، ما عندها فيش مشكلة في نطق. الكلام، اه، عندها مشكله، مشكلة في لكن الكلام هي عارفه ان هي دي اكيد كوبايه. الحلق فيه يعني انا حاجة. لو قلت لها فين الكوبايه هتقول لي اهي، عارفه اسمها وعارفه كل حاجه، بس بتشاور مش عليها. اه مش بتعرف. ايوه عندها دي يعتبر في مشكلة في الكلام عندها في جهاز النطق، المفروض يبدأ ان هو يروح للدكتور. يعني 12 سنة دي حاجة صعبة، يبدأ في مشكلة عندها في ربط اللسان، المفروض يعني دكتور تخاطب من صغرها عشان يبقى في تدليك، يستخدموا جهاز البايبريشن. ممكن يكون عضلة اللسان اصلا كمان بقت ضعيفة كمان فبتقدرش تنطق. طب احنا بقى النهارده هنسيب البرنامج للجمهور، وصراحه انا سعيده جدا ان الجمهور بيتواصل وبيتابع البرنامج الصراحه يعني. اتفضل استاذ احمد. الو، الو، ايوه، بقول لحضرتك عندي ابن اختي سنه 5 ابتدائي. اتفضل. 5 ابتدائي ده عنده ابتدائي كام سنه؟ عنده فمعلش 10. يعني هو ما بيتكلمش خالص، 10 سنين ده او ما 11 سنه بيتكلمش صح؟ خالص. ما بيتكلمش عنده خالص. 10 سنين. طيب في اي مشاكل رحت للدكتور اي حاجة عملتوها في الايام اللي فاتت؟ عملنا كل حاجة يعني، زي رحنا ايه؟ المستشفى وكل حاجة عملته اختبار سمع، عملته اختبار في يعني، النطق، عملنا اختبار اللي هو بتاع الذكاء ده، ايوه اختبار يعني الذكاء. الاختبار ده جاب فيه يعني في 90، يعني 90% الكلام ده كله. تمام. طب اختبار السمع؟ لا كويس برضك، اقول له مثلا اقفل المروحه اقيس فيها، شغل التلفزيون كده يعني. تمام. طب الأم في وقت حملها كان في أي مشاكل حصلت؟ لا الحمل ده يعني والدتي قاعده جنبي، ايه ممكن تسالها السؤال ده؟ انا ما اعرفش والله.
ممكن يكون مثلا مشاكل من ايام الحمل مثلا، خدت حبوب او اي لا حاجه؟ ممكن يكون مثلا في وقت الحمل حصل نزيف كتير، شكرا، متشكره يا فندم. ممكن يكون كان في نزيف حراره عاليه، كان في حمى او حصبه المانيه، او ممكن يكون في كان في نقص اكسجين، فده كله بيؤدي ان هي ما بتتكلمش. بس سن 5 سنين يعني المفروض يعني، وممكن اكتر مشكله التلفزيون، يعني التلفزيون بيخليها ان هي متوحده، هو بيعمل دي توحد. مشكله توحد، ان هي منعزله ممكن ما تتكلمش مع حد، ان هي توصل لحد دلوقتي انها ما بتتكلمش، ممكن تبقى فاهمه كل حاجه هي بس فاهمة بس ما ما بتنطقش، بتنطقش، او ممكن يكون في مشكله في نطق الكلام عندها برضو ممكن نفس يكون المشكله. مثلا مشكلة بقى قلنا زي اللسان بيبقى اللسان مربوط، ممكن يبقى في ربط في يعني اللسان، مش نفسي، ممكن يبقى تدخل جراحي. تدخل جراحي. تمام. الو استاذ احمد. الو، الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل يا استاذ احمد انا معاك، كنت عندي بس كنت عايز اسال الدكتور، عندي استفسار يا فندم. اتفضل يا فندم. الو، اتفضل. كان عندي ابن اخويا عبد الله، اسمه عبد الله، تمام. ما كان بيتكلم كتير قوي يعني وطي وطي وما بيفكرش التلفزيون في يا الكلام. أستاذ، وطي التلفزيون شوية معلش عشان نسمع الصوت. كده كويس يا فندم؟ تمام، اتفضل. ابن اخويا عبد الله كان بيتكلم كتير جدا وما بيفكرش في الكلام قبل ما بيقوله، انا صراحة بيتكلم و كتير. و وتلاقيه تصرفاته يعني مختلفة عن زمايله. عنده كام سنة؟ هو دلوقتي عنده 14 سنة. 14 سنة. 14 سنة. طيب تمام، شكرا، تمام. متشكرة يا أسامة، اتفضل. بيتكلم كتير وما بيفكرش قبل ما يقول الكلام، دي حاجة من ضمن التلعثم، ان الطفل لما بتلاقيه بيتكلم بسرعة عشان يتفادى اي مشكلة هو كانت عنده في التلعثم، عشان محدش ياخد باله ان هو بيقول ايه، فهنا بيداري المشكلة، هو يعني بيخاف انها تظهر عنده، فبيبقى خجول جدا، فدي من ضمنها ان الطفل بتلاقيه بدأ ان هو يتكلم بسرعة عشان يخلص احنا الموضوع الموضوع اصلا موضوع عن التأخر التاخر اللي اللغوي ده موضوع طويل وعايز حلقات مش حلقه واحده، ايوه والوقت خلاص خلص، يعني يعتبر هيخلص ايوه هنفنش. ففعلا هو موضوع جميل وشيق، ايوه وانا عايزاك تقولي كلمه اخيره بقى بالنسبه للتاخر اللغوي طبعا عموما. التأخر اللغوي احنا المفروض حاجة مهمة جدا، وكل ام وكل اب ان المفروض يعملوها، ان بصي هما للكاميرا بقى وقولي للجمهور. ان لازم الام تعمل عملية ستوب للطفل من بداية او ما يبقى عنده سنة، ما يقعدش على التلفزيون، اي اجهزة الكترونية ما يقعدش عليه، عشان ده بيأثر بعد كده. لو انت عايزة تخليه يقعد عاديه، بس هيتعبك بعد كده، هيأثر معاه بعد كده كتير جدا، وهيبقى عنده سمة من سمات التوحد. لازم تستخدمي معاه دايما جمل بسيطة وواضحة، تعملي معاه حوار، ترددي الكلام اللي هو بيقوله، تفضلي يبقى فيه حوارات وتفاعل اجتماعي، نزليه اماكن كتير جدا وتخليه يتفاعل مع الناس، واهتمي بيه جدا، ويبقى عنده يعني يبقى فيه برضو في حاجة طبعا نقطة مهمة جدا، ان الطفل لو الانشطة ان هو يبقى فيه انشطة ان هي تلعب معاه انشطة تناسب عمره، خلاص يبقى تمام، ايه عشان الفقرة خلاص انتهت. فأنا بشكرك جدا الله أستاذة يخليكي، ياسمين، وشرفتيني النهاردة ونورتيني بجد. يعني تسلم يا رب. انتظروني أعزائي المشاهدين في الفقرة التانية المطبخ، وهنقدم لكم تورتة الجمبري. الفقرة يعني الجاية واللي بعده واللي بعده إن شاء الله في مطبخ داليا هيبقى كلها فقرات أكلات بحرية بإذن الله، انتظرونا. فاصل.